تركيا في دقيقة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أسطول المقاتلات بدون طيار التركي سيصبح رقم واحد على مستوى العالم مع إدخال أنظمة أكينجي ونظام الطائرات النفاثة المسيرة المحاربة الأسرع من الصوت. تواصل القوات الخاصة التركية والأذربيجانية والباكستانية مناوراتها المشتركة في باكو، وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذرية أن القوات المشاركة في مناورات الأشقاء الثلاثة 2021 قامت بتدريبات على القصف وإلقاء القنابل. استورد أجود أنواع الخضار والفواكه من تركيا. أعلنت وزارة الداخلية التركية إحباط 130 محاولة هجوم إرهابي خلال العام الجاري، وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر تويتر أنه بفضل العمل الاستخباراتي والتدابير المتخذة من قبل قوات الأمن تم منع 126 محاولة هجوم إرهابي لتنظيم PKK وثلاث محاولات إرهابية لتنظيم داعش وأخرى لتنظيم إرهابي يساري. نجح التركي ألباي كوركماز في الوصول إلى قمة جبل إلبروز الأعلى في أوروبا، والتي يبلغ ارتفاعها 5642 متراً. تركيا في دقيقة.